يعني حقيقة الحكومة الحالية هي عازمة على توفير البيئة والظروف المآتية والملائمة من أجل إنجاح كسب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. أتحدث اليوم، كنت أتحدث مع مجموعة مختصين من البنك المركزي، أنه الحكومة عازمة على تطوير الضمانات السيادية التي قد توفر أو تعطى إلى الشركات الأجنبية من أجل دفعها للقيام باستثمارات داخل العراق، وهذه بحد ذاتها هي خطوة جبارة تحسب إلى الحكومة إذا ما استطاعت القيام بها أو تنفيذها. على الأقل توفر ضمانة كافية للمستثمرين الأجانب الخليجيين، الشركات العملاقة، لأن تعمل وفق بيئة آمنة من خلال الضمانات السيادية التي قد توفرها أو يوفرها البنك المركزي لمثل هذه الشركات. بالإضافة إلى ذلك الجانب الأمني وكذلك الخطوات الأمنية التي قد تقوم بها الوزارات الأمنية والجهات المعنية من أجل توفير بيئة أمنية آمنة لمثل هذه الشركات. أنا أتحدث لك بصراحة، إذ كانت بعض الأطراف، بعض الأحزاب تحاول أن تقطع علاقاتها مع أمريكا أو تقطع سواء كانت علاقات اقتصادية أو حتى علاقات دبلوماسية، عليها أن تعي أن العراق وارداته من النفط، يعني ما يجني العراق من أموال نتيجة الصادرات التي يصدرها اللي هي النفط، تمثل 90% من موازنة العراق، هي تؤمن على هذه المبالغ في البنك الفيدرالي الأمريكي، على اعتبار أنه وقعت اتفاقية أظن 2006-2007 تعطي الحق للبنك الفيدرالي الأمريكي بوضع يده على الأموال، وبالتالي هو يمول الموازنة أو البنك المركزي بما يحتاجه من أموال. لأن بمجرد ما يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي يده والغطاء الحماية الذي يوفرها على هذه الأموال، الكثير من الدول والشركات قد تطالب بديونها سواء كانت في ظل هذه الحكومات الحالية أو حتى في نظام ما قبل 2003. لا أتحدث أنه أكو شراكة حقيقية وكبيرة ما بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية تصل إلى حجم الأموال التي قد يجنيها العراق نتيجة الصادرات التي يقدمها. فبدنا نتحدث عن أموال، نتحدث عن مقدرات دولة، نتحدث عن موازنة، نتحدث عن تداخل في الكثير من المجالات، كثير من الجوانب. إذا أردنا أن نقطع علاقاتنا مع الجانب الأمريكي، نقطع علاقاتنا الاقتصادية، علينا أن نغلق الهاتف اللي نتحدث به أنا وياك ومنصات التواصل، وكذلك الأقمار الصناعية، الحديث كثير. فأعتقد أنه هذه الانفصال، هذه الأطراف تحاول أن تحرج الحكومة فقط من أجل الحصول على المكتسبات، لا همها العلاقات الأمريكية ولا همها الكيان الصهيوني ولا همها غزة والتضحيات التي يقدموها سكان غزة. نعم متعاطفين مع أخواننا في قطاع غزة، الضحايا الذي يسقطون، الشهداء، لكن لا أتحدث لك على أنه هذه الفصائل، هذه الجهات تحاول أن تستثمر الأزمة الحالية من أجل الحصول على مكاسب خاصة.